سؤال تفضل يا أبو يا يزن، ما هو مفتاح الدخول للإسلام؟ الشهادتين. الشهادتان، ممتاز. عرف الإيمان. واحد أجل. أي سؤال الذي بعده؟ شرح. يلا يا يزن، حاول تهرب، تمام؟ يلا، السؤال الذي بعده يقول: أذكر صفتين من صفات المؤمنين. الصدق. الفاصلة، ممتاز، نجوت الآن. السؤال الذي بعده: إلى ماذا يدعو التوحيد الناس؟ إلى ماذا يدعوهم؟ الاستقامة، ممتاز. ما هو أصل الدين؟ التوحيد، ممتاز. السؤال الذي بعده يقول: ما هي صيغة الشهادتان؟ ممتاز. ما معنى لا إله إلا الله؟ ممتاز. نسمع أحسن تصفيق على الفريق.